يا بسم الله. هي لازم كل شيء على الطبيعة. ترى هذا شحم على ليا، شحم على ليا هذا. يلا مني شي باخذ لك. يلا بيض بيض غنم. ترى على ليا شو بيض الغنم؟ وانا ما نشوي. ما بدي ايه هذا. شنو؟ خاف ما تشتهي. طيني هذا السكين، طيني الابر جالكني. قشر. شو تقشر ولد خراب؟ خرب. ابى قشر. ولا اسوي لك. وش شغلك عوج؟ ليش عوج؟ ما استوى شغله عدله. شوف لك علاقة وصر زين بس لا يخور. حطيه ما جدري تحطيه حطيه حطيه. وش على عقلي؟ واش كواش خلط احترق جدري؟ وانا اقول حطوه قبل. مش ماي ما هنا. لا لا هي هسه. والله خلاص جدري خلاص. اكو خشب لا مو هي اسمه هذا عافيه مو هذا الشحم هذا الشحم اللي احسن منه يعني عافيه احسن من الزيت احسن وين اللحم الحوالي لحم الحوالي يكتب الحمد لله وشكر هذا لسه كله اقول لك عباك ما يبيها مياه شويه يبيها مياه لا استردنا فاهي 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 شنو فاهي فاهي شغلك شغل فاهي غير كيفي لا مو على كيفك شغل مطار رجلك خلي ولي كثير وين شفت لي شيء اتورف او دعا على شاشه والله عارف ملك والله خير من شنو عاوز ما غادي والله عارف ولو ما تمشي هناك خذها
بلط شوط هي ما بلط شوط يطلع الدنيا. لا لا ما حاجه خط ما يحتاج البلط شوط دي. احنا دخلت الجدريه النار جاي توديها لي جاي والله لوس دي حبالة لوس شوية بس تأخر هذا عدو هذا ما نقول هذا من تخلي ما ظل الصوت دي ومحن تصير اللون وشكل الحمود قطعت العار النار أقول لك تنشتها وبعيد تجي البصل متعميها خلو وحدة مخصصة للبصل مشهد هذا يوم دات العار تعميها وانا رجع شلون حميس شلون حميس شوفوا شلون عالنار هذا الشحن ما لدي ليه ما يلا تحط الباك علي برق الشحن ما عليك بسم الله بسم الله هيا كان كفل يا با يا با انت خوف خوف من النار انت ولا تخاف انت لو خوف على شوية سيرتها ما تخاف هج لا حتى حتى ياخذ حتى ناس الفخ النفر النفر زي ما احنا خلاص 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 على كده شعري كان اقول لك عاوز القاع صحيح لا القوري قال مخليط بس هذا ادري بيتايبوك للحمى هذا الجار لا لك دعد بالمطل بس تبوك اذا ما في المطرقة بس حقك بس دعد وانا اشتريك هذا والله الله بعد ما اخذ انت خلاص صارت الله ببش شايل منو ميه نص صدم لا الفرام طبيعي ولا هذا الكور مدري كرون مدري كور يعطون بالمي امراض الله كلها شفناها من وراء المي التعقيد شنو نقلب المي نكسر ثرى الهايشه ونشرب مي ثرى الهايشه كلها خرع عقب نحط ملافعنا شكل ما يفوت الدود بحلوه اصلا ما تشوفوها تحت يلا تعال شوف حطيت ما حط قوري هنا طمي ولا يلا بس خوطة خوطة لا يحتاج خوطة منو؟ المعلاف من دي شفة خلي شفة عندك 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 خوطة بالخوطة خوطة هذا مو خاطر ليش؟ لا مو هسا يوم قلنا مو هسا بلا لا والله مو هسا والله هسا يوم هذا شو اسمه بيض بيض قنع بيض طليان بيض طليان هذا مو هسا مو بيض وادي من يستوى كثير ولا والله كثير خاف يصير شاي ذاك الواحد راحوا هذا هو يعني يصير دبس ومن راح يشرب هذا يسمون الشاي بتاع الرمانة وين بين وجهك قاعد بتصل شو تقول؟
كبير. هذاك البصل مثل ما الشكل شلون التقنيس يصير. ما يصير. هو شلون كذا يصير؟ راح يورم البصلات. لا لا لا. أنت ما تعرفين تطبخين. بلى أنت تعرف. بلى أنت. راح أحط له بلاصة المي. من اللي بحط له مي يقولوا بس هذا هذا الخراب. الله يمكن حمد حتى تشوي. بس حط هذا الخطاوية. ما شنو هذا؟ هذا بيض الطل يحطه تاكله انت تصير هذا انت تتقل خير ما قلب هاللحم وقال جدريه وحتى ذاك وهذا وطلوب هذا بيض الغنم حط الله طلبنا مياه. هذا هذا مياه الحب أحسن أحسن منه. لا والله. وهذا الجرح. صلى الله عليه وسلم على محمد. بسم الله. ما خش معلق ترى. ملاك هالطلي. آه. لا تثر هنا ولد. أنت شغلك ما لا ما العجالة تأكل. بسم الله. ما عرفك أنا. اللهم صل على محمد. يا الله. اللهم زيد مبارك. تفضل أنت أولا. أكل. بس دحجن عليه بس. هي ده حجاري يلا تعال قعد تناكل تشوف ما راح تقعدين يا بسم الله الرحمن الرحيم هذه لك وهذا النبي يا الله هات والله هات هو شي هات هات شي اخويا هات الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طيب اي طبعا طيب عنا وش دير شحن بسم الله اه ولو جايبين فلفل حار اي والله قفي هناك مزروع وهناك هناك ما انا مزارع بجيبي اه والله هاتش دحجي وجايبين بجيبه هاتش هاتش فلفل الفلفل الحار زين هذا بارد لو حار؟ حار لا والله أوه. حار يعني الصح هذا؟ اي اه اه اي 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 هل تشرب مي؟ لا اشرب مي وين؟ بس اليوم القسم عليه 10 قسمين ها؟ وعلي القسم اليوم انت تغسل انت مال شسل مال شنو لحم مال شنو؟ مال بس انت لحم وشيل اللحم لا هاللحم حتى البع لا يا بسم الله هذا نهايتين المقطع احكي مشوار شاي بس شوف يما حلاته بالبثة كافي 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 هذا الخاشوقة يا أثول يا أثول هذا الخاشوقة بلش عاد لا تشفر ما أريد عندي خاشوقة شنو قلنا عرب عاد خو ما قلنا أحمد بعود حار حار
يوم البزونة بزونة ايش بيها ولد Thank you.